هذا الكلام يعني يقول من يقول اللهم إني أعبدك حبا في ذاتك لا رغبة في جنتك ولا خوفا من نارك، هذا كلام الزنادقة، لا يجوز. يدعوننا، يقول الله تبارك وتعالى، يدعوننا رغبا ورهبا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. ولذلك يقول شيخ سمتي: من عبد الله بالخوف فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب فهو زنديق. وعبادة الله بالحب والخوف والرجاء لابد من هذا.